إن أروع ما فتن قلب الإنسان ذلك الجمال في الطبيعة التي تعرض محاسنها بسخاء، طبيعة لا نملك سوى أن نقف أمامها منبهرين وهي تخترق بروعة مناظرها روحنا وتنشر بين جنباتها بهجة وسرور. هي الطبيعة التي ألهمت بجمالها الفنانين على مدى العصور والأزمنة، فرسموا أروع اللوحات وأبدعوا في العديد من الفنون. حلوة الفكرة نفسها. خمسة شهور. ما أنا فاهم.
حته قويه في القاعده عملتها فيها حركه، وده هنا بتاثر على الفجر ده، هو تجريدي مع تجريدي كانها فجر من المتفكك كده، والاضاءه هتعملها امل رجع القاعده فيها فكره حلوه قوي. ده تشكيل بالحبال، احد طرق التشكيل، وانا عاملها مع الولاد. محروق طبعا، محروق على 1000 درجه مئويه. وده جليز خاص، يعني انا بعمله احمر بس الاحمر الطماطم، بس طلع معايا ان في ماده كانت ناقصه فزودت في الاصبار فاداني الدرجه الجميله دي من الاصبار. دي تجربه جديده عاملها، اللي هي اللي هو يعني طريقه ناحيه الخزفي، بس عملتها بتقنيه البريق المعدني. نفس بعد ما بخلص الشغل بطلعه درجه معينه واحطه في كربون يطلع لي دي التاثيرات اللي هي موجوده. بس انت زحمه قوي وسط مختار قوي. المكان قليل، واحنا بصراحه يعني المكان بس مش مساعدني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا وسهلا بيكم النهارده في سيمبوزيوم النحت والخزف الاول لكليه التربيه الفنيه المقام في قسم التعبير المجسم. طبعا الفكره هي فكره جديده اول مره تقام في كليه التربيه الفنيه، والفضل يرجع لرئيس القسم الاستاذ الدكتور محمد كامل الحديدي ولاعضائه. اجتمعوا وقرروا ان هم يعملوا سيمبوزيوم داخل الكليه بين التكامل ما بين الاقسام المختلفه، فكانت دعوه من دكتور محمد لباقي الاقسام للمشاركه، وبالفعل في اعضاء من الاقسام الغير متخصصين شاركوا في السيمبوزيوم. ايضا السيمبوزيوم شارك فيه اعضاء التدريس من قسم التعبير المجسم، وزي ما انا قلت من الاقسام الاخرى، بالاضافه لطلاب الدراسات العليا والطلاب. السيمبوزيوم استمر لمده اسبوعين، كان اسبوعين تلاحم وتعاون وشراكه، كل فرد اكتشف الاخر، وكل فرد اكتشف مواهبه واكتشف ابداعاته واكتشف ان هو قادر على يعني احنا بنقول احنا عندنا الكليه الامكانيات بسيطه او تكاد تكون مش هقول قليله قوي، بس يعني بالنسبه للكليات الاخرى المتخصصه في جمهوريه مصر العربيه تعتبر الكليه لسه عشان كليه وليده خاماتها بسيطه، ولكن بهذه الخامات البسيطه زي ما احنا اتفرجنا في السيمبوزيوم تفجرت الطاقات الابداعيه، وكل فنان طلع اجود ما عنده. بالنسبة لي أنا طبعا تخصصي مناهج طرق تدريس، ولكني شاركت في السيمبوزيوم بقطعة نحت. طبعا قطعة النحت هي بتتكلم عن طبعا كل واحد المشاهد بيشوفها حسب رؤيته، ولكن أنا كنت بقصد بيها الربط ما بين الحياة والموت في عمل فني متكامل. طبعا العمل ده هون أنا أنجزته في يومين بالضبط، يعني يوم ونص كمان، لان طبعا مشاغل الاداره بتمنعني، ولكن كان هدفي الاساسي ان انا ابقى متواصله معاهم وابقى معاهم يدا بيد، وان يحسوا ان مفيش فرق ما بين الاداره وما بين الاقسام، فحلو جدا ان يبقى في تعاون ما بين جميع الاعضاء. طبعا السيمبوزيوم فيه اعمال متنوعه، في 24 تقريبا عمل ما بين النحت والخزف، تنوع في الفنانين بأساليبهم المختلفة واستخدام الخامات المختلفة ما بين الخشب والبوليستر والفوم والأكريليك وأنواع مختلفة، بالإضافة لطين الأسواني. كل واحد رأى رؤية مختلفة فحاول يوصل رسالة من خلال عمله للآخر. طبعا هسيبكم تستمتعوا بالسيمبوزيوم، وإن شاء الله دي هتبقى انطلاق لمجموعة أخرى من الأعمال الفنية والمنتقيات الفنية في كلية التربية الفنية. أهلا وسهلا بكم. دكتور محمد كامل الحديدي، أستاذ النحت المساعد ورئيس قسم التعبير المجسم بكلية التربية الفنية جامعة المنيا. احنا الحقيقة عملنا السيمبوزيوم ده كشكل من أشكال المشاركة بين مجموعة من الزملاء، واكتشاف زمايلنا واكتشاف مجموعة من الطلاب بشغلنا وأعمالنا، وقضينا 10 أيام الحقيقة كانت في روح جميلة جدا،
كان متواصل في العمل. تعبنا وكانت الامكانيات محدوده شويه، لكن الحمد لله الامور تمت على خير. وانا مشارك برضو في سمبوزيوم بعمل من خامه البوليستر، وهو الموضوع بتاعها علاقه ما بين العنف والهدوء، ما بين النعومه والقسوه، ما بين الطور بقسوته وعنفه، وما بين الست بنعومتها وسيطرتها عليه. وهو حبيت اعبر فيه يعني عن شكل من اشكال التفاهم اللي ممكن يكون بين النوعين من البشر، بين الراجل وبين الست، لما بيتفاهموا بيوصلوا لحل معين. الصياغه صياغه تشكيليه تناولت فيها، اتعملت بالطين وبعد كده بقالي، واتعمل ليها اللي اتعملت النسخه البوليستر، وحبيت كمان ادي لها اللون الخاص بخامه الحديد او ملمس الحديد عشان تدي احساس بصلابه الموضوع او بقوه الموضوع والتعبير عنه. وشاركوا معنا الحقيقه مجموعه من الزملاء كانوا يعني مشاركه طيبه جدا، ونشوف ان شاء الله باقي الاعمال بتاعتها. شكرا يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم في سمبوزيوم النحت والخزف الاول لقسم التعبير المجسم بكليه التربيه الفنيه جامعه المنيا. بتكلم عن مشاركتي في السمبوزيوم الاول، وهو عن عملين بالخزف. العمل الاولاني اناء، هو بتشكيل الحبال، طريقه الحبال، واستخدمت المقاطع بتاع الحبال اللي هي الطينيه، وبدات اجمعها وهي في حاله لدونه معينه، وبعد ما جمعتها ولحمت بينهم بدات تم الحرق الاول الفخار، ثم الحرق الثاني الالوان، واللون عندي لون احمر طلاء خاص من الطلاءات الخاصه. وبعد كده عندي مجموعه تجربه تانية من خلال عمل نحت خزفي، من خلال بعض الاعمال اللي زي ما حضراتكم شايفينها اللي هي بتعبر عن الشكل الانساني، وفيها تقنيه معروفه جدا وهي تقنيه البريق المعدني، زي ما احنا شايفين في بعض الاعمال البريق المعدني، الالوان الذهبي والالوان الازرق، اللون الموف، اللون البنفسجي، الوان زي لون رقبه الحمامه ظهر في بعض معظم الاعمال الموجوده عندي. ودي تقنيه البريق المعدني زي ما قلت قبل كده، وهي بتتم بعد الحريق الاول الفخار، بلونها بطلاء زجاجي خاص عليه بعض الاكاسيد المعدنيه، ثم بعرضها لدرجه معينه في درجه حراره معينه للكربون اللي بيتحد مع الاكسجين، ثم بياخد الاكسجين اللي موجود في الاكسيد المعدني ويتطاير، ثم يبقى اللون المعدن اللي موجود على معظم الاعمال. ودي الحمد لله نتيجه زي ما انتم شايفين الى حد كبير مرضيه، ولفتت انتباه العديد من الطلبه عندنا. وبنشكر طبعا في صاحب فكره اقامه السمبوزيوم، هو الدكتور محمد كامل رئيس القسم، على يعني جديته في اقامه السمبوزيوم، وهو كان مقتصر على اعضاء التدريس في القسم السنه دي. والجميل في الفكره ان هو لفت انتباه الطلاب بشكل مميز جدا، خلى كل الطلبه تاخد بالها من ان ممكن اي انسان او اي واحد يمتلك ادوات فن ويقدر يعبر عن شغله ويقدم عمل فني متكامل من خلال المعايشه الفعليه لاعضاء التدريس والمعاونين هيئه التدريس وبعض طلاب الدراسات العليا في اعمال فنيه مميزه منتهيه مكتمله، الحريق والتلوين والجليز. وان شاء الله يعني باذن ربنا في الدورات القادمه ان شاء الله، زي ما نجح السمبوزيوم في الدورات الاولى ينجح في الدورات القادمه ان شاء الله، ويكون على نطاق اكبر واشمل، ويشمل كليات فنون اخرى في جامعه عندنا وفي جامعات اخرى باذن الله. شكرا. انا عبد الرحمن ربيع، معيد بكليه تربيه فنيه هنا، وكنت سعيد جدا جدا ان انا شاركت في سمبوزيوم اللي موجود هنا في الكليه نحت والخزف، وشاركت بالقطعه دي. القطعه دي كنت فيها اقصد بيها المدرسه التفكيكيه، وكنت اقصد بيها معالجه بين الملمس الناعم والملمس الخشن، والمدرسه الاكاديميه والمدرسه التفكيكيه. والسمبوزيوم بصراحه فيه اعمال كويسه جدا جدا، واستفدنا منه كتير يعني، زائد ان كان في مشاركه كبيره جدا من اعضاء السمبوزيوم. ويا رب يعني دايما تكون السموزيوم ده او اي مشاركه للكليه مشرفه جدا، ونستفيد بيها اكتر واكتر زي دلوقتي. انا دكتوره كوثر علي، مدرس خزف كليه التربيه الفنيه جامعه المنيا. اشتغلت قطعتين خزف في السموزيوم الاول للكليه لقسم التعبير المجسم. القطعتين بتوعي استخدمت فيهم عنصر الخط
طلع من قلب الأنية وطلع على حدود الأنية من بره، مخترق حدود الأنية وطلع بره الأنية. التقنيات اللي استخدمتها في البناء، بنيت هنا بالحبال واستخدمت بطانات طينية ملونة قبل الحريق، والشغل اتحرق حرق بسكوت على 950 درجة مئوية، وبعدها اتطبق عليه جليز شفاف واتحرق على 1000 درجة مئوية. دي التجربة بتاعتي. أنا أحلام أحمد محمد، معيدة هنا في كلية التربية الفنية قسم خزف. مبسوطة جدا بأن أنا شاركت في حدث عظيم زي ده، أول مرة يحصل في الكلية وفي القسم عامة. كانت تجربة ليا حلوة أو ممتعة. كنت المشروع بتاعي عامة كنت باخد أجزاء من الواقع من الريف المصري. كان نفسي التجربة تكمل، بس المشكلة في الوقت أسبوعين ما قدرتش أخلص باقي الأفكار. كل اللي قدرت أعرضه وخلصه الكام قطعة دول، بس مبسوطة جدا بأن أنا شاركت وعملت شاركت في حاجة من الكلية وفي الحدث الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هدير مجدي، طالبة ماجستير في تربية فنية، إن شاء الله أناقش يوم الثلاث اللي جاي. عاملة حتة نحت مدرسة تحليلية، أكاديمية مع تحليلي، ارتفاعها تقريبا مترين. هي الفكرة بتعبر عن ان حد بيتحرر من القيود اللي ربطاه بكل حاجة حوالينا، بالمشاكل اللي ربطانا، وبيرتقي وبيرتفع عن كل حاجة تاني، يعني عن كل حاجة ربطاه بالواقع الأليم اللي احنا بنعيشه. بس في صورة الخامة اللي انا مستخدمها خامة بوليستر، دي صب والباقي مباشر، الفجر بس هو اللي صب والباقي معمول مباشر. أنا مريم عبدو، أولى ماجستير خزف، تخصص خزف، كلية التربية الفنية. مبسوطة طبعاً إن أنا شاركت في حدث زي كده، أول سمبوزيوم اتعمل في كلية التربية الفنية، سمبوزيوم من ناحية الخزف. عملت وحدة إضاءة مستوحاة من الطبيعة، من عنصر العصوبات. عملت قالب وضغطت فيه وبحيث عملت قطعتين منه. أنا اسمي حسن أفشحاتة، دي أول مشاركة ليا في سمبوزيوم. الفكرة بتاعتي كنت عايز أن أنا أعمل فيجر وفي نفس الوقت أن أنا أعمل عليه رسم. حاولت أن أنا أبين إزاي أن إحنا ضاعت هويتنا ما بين كل اللي احتلونا، في تداخل في الثقافات عندنا. يعني تحت حاولت أحط الحضارة الفرعونية، وفي النص هنا حضارة شيء معاصر، وفوق حضارة إغريقية، كتبين لأن إحنا ضاعت هويتنا ما بين الحاجات دي. وحاولت إن أنا أدل على أحداث حصلت في القرن اللي فات كامل، يعني سواء أيا كانت صورات بقى، انتكاسات، الحاجات اللي حصلت في الفترة اللي فات، ودور الشعب، وإزاي إن الفن ده من الحاجات المهمة في تطوير أو في إيصال أي فكرة. فاستخدمت بعض الأشعار كانت لأحمد فؤاد نجم وأغاني للشيخ إمام وكده. بس اسمي حسام رضا، كلية التربية الفنية سنة تانية. أول مرة أشارك في السمبوزيوم نحت الخزف في الكلية. الفكرة بتاعتي مستوحاة من فيلم درامي قديم، فيلم الزوجة الثانية، واخد شخصية العمدة التخين القصير، وحاطط تعديلات في الوش في البورتريه، وتعديلات في الجسم. أجرتها في الفرقة الخامسة كلية التربية الفنية، كانت أول مشاركة ليا في سمبوزيوم الخزف 2019. كانت مشاركة جميلة، والسيادة العميدة ساعدتنا كتير وكانت بتشارك معانا. كانت بالنسبة لي تجربة جديدة. استخدمت الطينة في تشكيل عمل خزفي مكون من 6 قطع. حبيت أدمج بين الطبيعة، فاستخدمت ورق الشجر والعنصر الأدمي، حطيت البورتري، واستغليت الشرايح في ان انا اعمل بيها خطوط لينة، واستخدمت التينة البولكلي، وحطيت عليها كاولين عشان اعمل تضاد بين اللون الاسود واللون الابيض. انا فاطمة ماهر، طالبة تربية فنية الفرقة الخامسة، وانا شاركت في السمبوزيوم دوت القطعة دي. انا سعيدة بمشاركتي، والحمد لله يعني كليتنا قدرت ان هي تعمل المشاركة دي يعني، ونتمنى ان احنا السنة الجاية برضو نقدر نشارك فيها تاني حتى لو اتخرجنا، وبإذن الله بعد كده برضو ناوية اكمل في المجال ده. هو هنا كان ضيق الوقت للاسف ما خلانيش اكمل فيها، بس انا كنت حابه ان انا اكملها جليز والوان وكده وازاز، بس الحمد لله برضو انا سعيده بمشاركتي يعني.
السلام عليكم، انا الطالبه ياسمين محمد عبد الله الفرقه الخامسه الاولى على شعبتي 3 سنين. شاركت النهارده بجداريه نحت. حبيت ان انا اختلف شويه عن زمايلي كلهم عاملين نحت مباشر ونحت ثلاثي الابعاد. انا حبيت ان انا اعملها جداريه. الجداريه بتاعتي بتتكلم عن العزف، استخدمت علاقه المراه مع الرجل، استخدمت الطيور. حبيت ان انا اتحرر شويه بالالحان، فعملت الطيور ان هي بتاخد بره اللوحه. بدات النحت بتاعي على جداريه من الطين، بعدين استخدمت خامه البوليستر في اخر الشغل خالص. سعيده جدا ان انا شاركت في السيمبوزيوم الاول للتربيه الفنيه. انا الطالب ماركو سامي رجدي، فرقه الرابعه تربيه فنيه، حابب مجال النحت وتعبير المجسم. التصميم بتاعي معمول من التمثال بتاعي معمول من الجبس، خامه الجبس المباشر. طبعا التصميم بيعبر عن المراه المعاصره الريفيه وجمال الطبيعه الريفيه. استخدمت خامه الجبس في التشكيل، وقبل كده عملت الطينه تصميم كامل على الطينه، وبعد كده صبت القالب السالب، بعد كده طلعت منه النسخه الموجبه. استخدمت الالوان الزاهيه دي او عشان الطبيعه الفن الشعبي للريفي بتبقى الوان صاخبه شويه. بتوجه بالشكر لكل فنان شارك، سواء كان طالب بكالوريوس دراسات عليا، معيد او مدرس مساعد او عضو هيئه التدريس او حتى رئيس القسم او من الاقسام الاخرى، لان احنا شارك معانا قسم الاشغال الفنيه دكتور محمد عيسى. وطبعا انا شاركت في الاخر كده يعني بس عشان مجرد ان انا حابه ان انا ابقى متواجده معاكم، ان انا اعيش الحدث معاكم. طبعا انا مش متخصصه، وطبعا العمل بتاعي طبعا مش هيبقى زي عملكم كخزافين او لا ده حاجه جميله يا دكتوره، ولكن هي محاوله عشان ابقى مع الاخر، لان مهم جدا ان الاداره تتواصل مع الاخر. الاداره لما تبقى في منعزل ده مش حلو ابدا. احنا كلنا اسره، انا دايما بقول اسره التربيه الفنيه. اسره التربيه الفنيه زي اسره البيت بالظبط، كلنا ايد واحده، مش ايدين او ثلاثه او اربعه، لا احنا كلنا ايد واحده. وان شاء الله دي تبقى انطلاقه السنه الجايه نشوف اعمال اكثر تالقا واكثر تميزا. واعتقد ان فعلا زي ما دكتور محمد قال، كل واحد فينا اكتشف، حتى كل واحد اكتشف نفسه. في ناس كانت خايفه او في ناس كانت لسه ما اقدمتش. برضو طلابنا انا صراحه شفت منهم تجارب رائعه. يعني دي انطلاقه لبدايه فنان، وان شاء الله انا بطلب منهم يا ريت ما يقفوش، يعني يشاركوا بقى في كل الفعاليات الفنيه سواء داخل مصر او خارج مصر. احنا مش اقل من الفنانين العالميين، يعني انتوا عندكم، بس اهم حاجه انك يبقى عندك عزيمه واصرار وهدف. هدف انا عايزه ابقى كذا، مش مهم ابقى زي فلان، لكن انا سين او صاد، انا عايز ايه ابقى بالنسبه لنفسي.
اتمنى لكم كل الخير وشكرا انكم استضفتوني اسره تعبير ومجسم في وسطيكم. شرفتيني يا دكتوره. زي ما دكتور ابراهيم قال ان فعلا يعني كل قسم كل طلابنا يتميزوا دايما ونشوف دايما ابداعك وشكرا جزيلا. محمد كامل الحديدي. شكرا يا دكتور، ربنا يبارك فيك. اتفاجئت. دكتوره كوثر علي محمد. دكتور قاسم محمد ربيع. دكتوره رباب علي وهبه. دكتور محمد عيسى حسنين. دكتور احمد عمار. دكتور ماهر عرائيب. دكتور ياسر بكار. دكتور مصطفى السعيد. دكتور احسان رمضان. مين احسان؟ دكتور عبد الرحمن ربيع. اخر موديل في المعيدين دول. دكتوره احلام. فنانة مريم عبدو. الشباب الجديد. مبروك حبيبي. الفنانة ياسمين عبد الله. الفنان ماركو سامي. مبروك حبيبي. الفنانة هاجر طه. تاني مش كفاية.